الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوا عليه وسلموا تسليما. شباب تلت أعدادي سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. استكمالا لدرس الممنوع من الصرف معنا النوع الثاني النهاردة اللي بيمنع من الصرف لسببين. وهما نوعين، العلم والصفة. العلم ليه عندنا 6 حالات. لو لقيت العلم على وزن فعل زي كلمة عمر، جحا، زحل، هبل، يبقى في الحالة دي إيه السببين يا مستر؟ السبب الأول لأنه علم، والسبب الثاني إنه على وزن فعل. تاني حالة في العلم لو لقيت العلم بتاعي على وزن الفعل زي كلمة أحمد ويزيد ويحيى ويثرب. يعني أحمد ممكن ألاقيها في جملة اسم لشخص، وجملة تانية أحمد الله أو أحمد الله على نعمه، ديتني هنا فعل مضارع. يبقى لو لقيت العلم على وزن الفعل يبقى في الحالة دي يا شباب السبب الأول لأنه علم، السبب الثاني لأنه على وزن الفعل. الحالة الثالثة لو لقيت الاسم بتاعي مختوم بألف ونون زائدتين، يعني لا يدل على المثنى زي شعبان، رمضان، لبنان، باكستان، عثمان. الحالة الثالثة يا شباب لو لقيت اسم أعجمي يعني غير عربي زائد على 3 أحرف زي إبراهيم، زي داود، زي يوسف، زي باريس، زي لندن. يبقى في الحالة دي لما آجي أقول سبب المنع أقول لأنه علم، سبب الثاني لأنه أعجمي زائد على 3 أحرف. الحالة الرابعة لو لقيت العلم بتاعي مركب تركيبا مزجيا. المقصود بكلمة مزجيا يا شباب؟ يعني من كلمتين صارتا كلمة واحدة، كانوا كلمتين بس أصبحوا امتزجوا فأصبحوا كلمة واحدة. زي يا شباب زي بور سعيد، زي حضر موت، زي بعلبك، زي نيويورك. الحالة الخامسة إذا دل العلم على مؤنث. كل أسماء المؤنث يا شباب تعتبر ممنوعة من الصرف سواء لحقت علامة التأنيث أم لم تلحقها، زي سعاد، زي زينب، زي أسامة، زي حمزة، زي فاطمة. وإذا جاء علما لمكان أيضا زي طنطا، زي مكة، زي بغداد. انتبه تركية قوية جدا جدا، العلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط يجوز صرفه أو منعه. تاني يا شباب، العلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط يجوز صرفه أو منعه. زي كلمة إيه؟ زي كلمة مصر، ده علم مؤنث مكون من 3 حروف والحرف اللي في النص ساكن زي مصر أو هند. ممكن أقول مصر أو هند، وممكن أقول برضو مصر أو هندو، يبقى يجوز فيه الحالتين. تكملا للتركات بتاعتنا، العلم الأعجمي الثلاثي ساكن الوسط. العلم الأعجمي الثلاثي اللي مكون من 3 حروف يعني والحرف اللي في النص ساكن يصرف زي كلمة نوح أو هود أو لوط. ممكن أقول نوح أو هود أو لوط. تركالك وشباب برضو، كل أسماء الأنبياء تعتبر ممنوعة من الصرف ما عدا أسماء الأنبياء المجموعة في كلمة أو في جملة صن شمله. صن شمله يعني الصاد سيدنا صالح، النون سيدنا نوح، الشين سيدنا شعيب، الميم عليه أفضل الصلاة والسلام سيدنا محمد، اللام سيدنا لوط، الهاء سيدنا هود عليهم أفضل الصلاة والسلام. بعد كده يا شباب هنروح للنوع الثاني من الأسماء اللي بتمنع من الصرف لسببين، هو بعنوان الصفة. أول حالة من حالات الصفة يا شباب إذا جاءت الصفة على وزن أفعل، يعني لو لقيت اسم على وزن كلمة أفعل زي أفضل، أحسن، أسود، أبيض، يبقى في الحالة دي سبب المنع إيه؟ السبب الأول لأنه صفة، السبب الثاني لأنه على وزن أفعل. الحالة الثانية لو لقيته على وزن فعلان ومؤنثها على وزن فعلة زي كلمة ظمآن، ظمأ، جوعان، جوعة. الحالة الثالثة لو لقيته على وزن فعال أو مفعل للأعداد من 1 إلى 10 بمعنى أحاد ومثنى وثلاث ورباع، كل دي على الأوزان بتاعتنا. يبقى لو جاب لي مثلا كلمة أحاد أحاد يبقى بمعنى واحدا واحدا، مثنى مثنى يعني بمعنى اثنين اثنين. لو جاب لي مثال بيقول لحضرتك دخل الطلاب أحاد أحاد، أحاد الأولى تعرب كيف دخل الطلاب أحاد، يبقى حال منصوبة بالفتحة، أحاد التانية تبقى توكيد لفظي برضو منصوب بالفتحة. الحالة الرابعة إذا جاءت الصفة على وزن فعل زي كلمة أول وأخر، أخر دي اللي هي جمع كلمة أخرى مثل قول الله تعالى فعدة من أيام أخر، يبقى دي ده النوع الثاني يا شباب من أنواع الأسماء التي تمنع من الصرف لعلتين أو لسببين.
هنوصل بقى لاخر جزئيه عندنا اللي هي كيف يعرب الممنوع من الصرف. يرفع بالضمه العاديه زي جاء عمر، ينصب بالفتحه العاديه زي شاهدت بورسعيد. اما في الجر دي بقى المشكله كلها يا شباب، يجر بالفتحه وبالكسره، ممكن اجره بالفتحه وهنا هتبقى علامه فرعيه. يجر بالفتحه بشرطين، اذا جاء الممنوع من الصرف نكره او مفيش بعديه مضاف اليه، لو جه نكره او مفيش بعديه مضاف اليه، بمعنى ايه؟ صليت في مساجد كثيره. لما اجي اعرب كلمه مساجد هنا هقول اسم مجرور بالفتحه لانه ممنوع من الصرف. تسالني دلوقتي ليه مجرورنا بالفتحه يا مستر؟ اولا لانه نكره ومفيش بعديه مضاف اليه، كلمه كثيره تعتبر نعت. طيب امتى يجرب الكسره؟ علامه اصليه، لو جه معرفه او جه بعديه مضاف اليه، لو جه معرفه او جه بعديه مضاف اليه، زي صليت في المساجد او صليت في مساجد المدينه. يبقى في الحاله دي او دي هيبقى اسم مجرور علامه جره الايه؟ الكسره. يعني السؤال في الامتحان يجيب لك كلمه زي كلمه مبادئ، السؤال بيقول لحضرتك اجعلها مجروره بالفتحه مره وبالكسره مره في جملتين. فاحنا يعني رفقا بالطلبه كده عملنا جمله ممكن تستعين بيها. هنقول نكشف عن نقط في المعجم، عايز اخليها مجروره بالفتحه احطها نكره ومفيش بعديها مضاف اليه، فتبقى نكشف عن مبادئ في المعجم. عايز اخليها بالكسره احط فيها الف ولام، نكشف عن المبادئ في المعجم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.